يبشر ويعنب والناس جت له من كل مكان فعلى الضفة الغربية ترأس الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس الصلاة مع أبناء الرعية، يقابلهم على ضفة الأردن الشرقية أبناء الرعية القبطية مستمعين للصلاة التي ترأسها القمص أنطونيوس صبحي بحضور الشمامسة وجمع من المؤمنين مرتلين بأناشيد وألحان من وحي المناسبة. وتحدث الأب أنطونيوس لجموع المؤمنين حول المعنى الروحي لمعمودية السيد المسيح وكيف نصبح من خلالها أبناء لله، كما أشاد بالدور الهاشمي والقيادة الأردنية لتسهيل أمور الحجاج وإتمام الاحتفال الديني. عيد الاغطاس من الأعياد السيدية الكبرى اللي بنحتفل بيها زي عيد الميلاد المجيد، ويسعدني كمان أنه أهني كل الكنائس المسيحية سواء اللي بتعيد بالتقويم الشرقي أو اللي عيدت بالتقويم الغربي قبلنا بأسبوع. إحنا كلنا كنيسة واحدة، وأنتهز الفرصة هاي من عبر نورسات القناة الفضائية التي ترفع شأن الكنيسة إلى مراتب أعلى وأعلى. بحب أوجه تهنئة قلبية لجلالة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله بمناسبة عيد ميلاده، وإحنا بنصلي ليل ونهار إن ربنا يبارك في حياته ويسدد خطاه بالتوفيق دائما من أجل أن ينعم الرب باستمرارية الأمن والأمان اللي كل من وطئت قدماه أرض الأردن شاعر فيها. أعتقد أن الكاميرات، كاميرات نورسات بالذات، تستطيع أن تعبر بدون أحاديث شخصية، تعبر من خلال الفرحة المعتلية وجوه المؤمنين بمختلف رعاياهم. معانا كمان من المبهج والمفرح، معانا إخوة وأخوات مسلمين جايين يشاركوا الفرحة. بنتهز الفرصة وأقدم شكر خاص وجزيل لرجال الأمن ورجال الأمن العسكري والجيش والقوات، يعني صار لهم شهر عم بيرتبونا هذا الترتيب. ولما حكيت قبل شوي أنهم يسهرون على تعبنا ونحن ننام ونرتاح، هذه بالفعل هم متواجدون تحت وطأة ظروف الطقس السيء اليوم في عمان، متواجدون من السادسة صباحا في انتظارنا. هنا فعلا بهجة كبيرة، وزي ما حكى أبونا أنطونيوس قبل شوي أنه كل شيء مترتب وتمام، وإحنا بنلاقي نفسنا هنا فعلا في قمة الفرحة والسعادة وبنشعر بالبركة في المكان الحلو اللي احنا فيه.